حبيبي. خيانة الحرات، خيانة. خلاص يا لمبي، بس يا لمبي تعويض من هنا يا لمبي. بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. ده ولدي الوحيد، هو ده كله. وحشني ابويا. ابويا ما تخافش، ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. لا مش عايز. انا حبيبي. ابا حبيبي. ايه في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان بتاع مرة. ايوه ده عارفه، ده حصان. ايوه يا حبيبي. اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه، طبعا حلوه. شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي. يلا وريني يا جمال. هتورينا كده يا حبيب بابا؟ ده اسمه ايه؟ حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان؟ انت كنت ولا ايه؟ انا بدأت الحصان. طلعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا برا. ابويا ابويا الحصان. ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. يا ده ابوك جوه عنده موقعه الجمل، مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني. بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا. ابويا ام غلاستك، انت غلط قوي ده يا ابويا. بس نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو، هو بس مش سوعب حاجه تانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا، مش دول. هو كان الحصان. والله هو ده المصحف. انا هجيب منه حصانه تانيه. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كذب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا، مش كبد كده. بقول لك حضرتك لما الواقي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك، ما حصل الكلام ده اهو. حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لانه هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر ده كله يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني. انت عويد. الله ينعل ابو الغلاسة اللي جايبينك. يلا يا مدعى. لمبي ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة. شكلها ايه؟ متناثرة الاحجام، فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقه فين بتاعت الشاشه تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشه مني يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشه نفسها. دي تقدري تقولي رضعه من وحيد الكرم. ها؟ فجاه في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجه وايه؟ وفاكره نفسها زغلوله. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قالعه للامير قمر الدين وماشيه عماله تدلعه يمين وشمال. وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموسيقى. مولاتي السلطانة شجرة الرز، لقد قتل الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير قمر الدين خشاف ايه؟ الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنة وأنت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتل؟ مين؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين؟ مين أنا؟ يا عنتير. أنت حبيبي وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ أنا ما قتلتش قمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوة وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي.
شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمراية واحدة، كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني، خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطة. أنت عارفة أنت جاي بآخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك إن أنت جاي من آخر الحريم. بالك أنت، أنت لو دخلت على أي بوياجي كده، بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك خربوش، عشان أنت زيرو وأنا موت في الزيرو، من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقة.